في شوارعنا اللبنانية العربية ونظامنا الأبوي، المرأة تسمى بقلاوة. والبقلاوة هي نوع حلو عربي يصنع من رقائق العجين، الزبدة، السكر، الجوز، اللوز وقصص. كيف يحدث الأمر؟ تمر الفتاة أم البنت أم المرأة، لأنه في فرق بيناتهم، بجانب السيارة التي يقودها شاب، فيقول لها: شو؟ البقلاوة صار لها أجيان وبتمشي؟ بلا طول سيرة، البقلاوة التي تتحدث عنها والتي تحلي حياتك تخاف منك ليلاً نهاراً، صباحاً مساءً، مشياً في شارع الحي أم مدخل البناية، لأنك خطر. البقلاوة التي تتحدث عنها والتي تحبك تتفاداك مطبخاً، صالوناً، حماماً، سريراً، لأنك خطر. مين طلعك من المدرسة؟ خطيبي. البقلاوة التي تتحدث عنها والتي هي كل حياتك تتفاداك أحاديثاً مشاريعاً، مشاهدة مسلسلات تركية، لأنك الخطر. أي أقسى كلمة قلت لها إياها اليوم تندم عليها؟ أنا البقلاوة التي تتحدث عنها، أعطيك وأعطيك، وماذا تفعل؟ تأخذ حتى بالقوة، أحميك بجسمي، وماذا تفعل؟ بتفتش على جسمي، خلصك بروحي من خيالك، وماذا تفعل؟ لحقنا مثل خيالي. البقلاوة التي تتحدث عنها هي أكلك، قهوتك، صوتك، فيروزك، صباحك، عيدك، إيمانك، أمنك، آمانك، أمك، قلبك، فماذا تفعل؟ ما بدي منك شيء ولا شيء، بدي بس أعطيك تشوفني، تقشعني، تحس، تبدلني. أنا صانعة أمان، فماذا تفعل؟